عليكم. في هذه الحصة هذه قبل ما ندوز معكم التشاكل غنحاول نذكركم بالتطبيقات، تطبيق التبايني والشمولي والتقابلي، يعني انجكتيف وسيرجكتيف وبيجكتيف. تبعوا معايا، غنعطيو واحد الامثله بصاب، نعطيو واحد الامثله وندوزو واحد التعريف تصنتو، ولا صدقوا التعريف هو الاول ونعطيو الامثله معاه تصنتو. صدقوا التعريف، انا نشرح لكم في التعريف. صدقوا التعريف هو الاول، تعريف مورا غنعطيكم امثله صنتو. تالي قال لك ليكن اف تطبيق من او نحو اف، يعني سوا اف اون ابليكاسيون دون او فيغ اف. متفقين؟ متفقين حتى دابا؟ دابا ركزوا معايا. نقول ان انا نقول لكم صدقوا ما ندوز لكم هذا. دابا العنوان اللي غادي ندرسوا ليه هو التطبيقات. تطبيقات تافقي، هاد التطبيقات تنقسم لتطبيق تبايني، ها هو تبايني، ها هو تبايني بالفرنسي انجيكتيف، عقلوا عليها بالفرنسي، عافاكم في او، سمحوا لي انا خطا. كاينه شمولي، يعني سوجيكتيف تاقي، وكاين تقابلي. يعني بيجيكشي تافقين، عقل عقل المصطلحات العلمية بالفرنسي تافقين. دابا دابا نعطيو واحد التعريف ونعطيو الأمثلة صدجو. نقول أن إف تبايني إذا كان كل عنصر من اف، من اف يعني من مجموعه توصل له على الاكثر سابق من او. كيفاش عنده على الاكثر؟ يعني اما غيكون عنده سابق اما ما غيكونش عنده. على الاكثر سابق واحد، يعني اما غيكون عنده سابق ولا ما غيكونش هادو. تعرفين دابا في هادي ولا لا؟ سابق، شنو هو السابق بالفرنسي؟ السابق بالفرنسي هو انتيسيدون. انتيسيدون عقلو، سابق هو انتيسيدون. كيفاش كيتكتب؟ انتيسيدون، هاي انتيسيدون، هادو هو السابق. كيفاش كيتكتب بالفرنسي؟ تعرفين دابا غندوز دابا هدا التبايني، يعني انجكتي. نقول ان اف شمولي اذا كان لكل عنصر من اف، يعني من مجموعه الوصول اللي هي هذه، لها على الاقل ولا لكل عنصر من اف على الاقل سابق في او. يعني كل يعني التطبيق صوتو، يعني التطبيق شمولي، يعني كل عنصر من مجموعه الوصول عنده على الاقل سابق. كيفاش على الاقل سابق؟ يعني اما عنده سابق ولا عنده جوج صوابق ولا عنده ثلاثه صوابق تاقين. سابق كي سابق، يعني بحال قلتي عنده سابق واحد ولا عنده جوج صوابق
شافين انا غش عليك كيف السابق انا غش عليك كيف السابق قبل ليش صدقوا انا اكو امشي لما كنت افتعل صدقوا دابا نقول ان اف تقابلي يعني بيشكشف اذا كان اف تبايني وشمولي ان كانوا محقين عندكم جوج اذا كان اف تطبيق تبايني وكان اف تطبيق شمولي يعني اف تطبيق تقابلي متفقين دابا في هذه ولا لا متفقين متفقين لحد دابا في هذه متفقين نقول ان اف تقابلي اذا كان اف تبايني وشمولي تابعين دابا ركزوا معايا اي هذا شنو هو المعنى تاعو لكل عنصر من اف اللي هي مجموعه الوصول سابق وحيد يعني عنده سابق وحيد بحال قلتي اف دابا اف قلنا تبايني وشمول يعني اف كي غتكون غتكون عندها على الاقل سابق وغيكون عندها على في نفس الوقت على الاكثر سابق يعني غيكون عندها اما شوفوا صنتو يعني غيكون عندها اما على الاقل سابق في او وعلى الاكثر سابق في او هذا شنو هو المعنى تاعو المعنى تاعو كيتجمع يعني غيكون عنده سابق وحيد شنو على الاقل سابق على الاكثر سابق على الاقل سابق هي قال اما يكون عنده سابق واحد ولا جوج صوابق ولا ثلاثه ولا اربعه حتى ما لا نهايه على الاكثر سابق يعني اما غيكون عنده سابق اما ما غيكونش عنده تاقي دابا اف قال لك تقابلي يعني اف تبايني وشمولي يعني اف غيكون عنده على الاكثر سابق من او وغيكون عنده في نفس الوقت على الاقل سابق سابق من او هذه في او سابق في او تافقين كي قلنا دابا اف غيكون عنده سابق من او على الاكثر سابق من او وعلى الاقل سابق في او يعني الا جمعتيهم جوجهم غيعطوك سابق وحيد غيعطوك اف عنده سابق وحيد يعني يكون عنصر من اف عنده سابق وحيد انا غندوز لكم دابا الامثله وغنشرح لكم دابا غنعطي امثله تاع التالي تصنتوا نعطيو امثله ركزوا معايا في المثال الاول غنعطي واحد المجموعه ف ا د ا ف ب س د الى حسبتي الصوره تاعهم ب اف غتلقى الاعداد واحد جوج ثلاثه اربعه ركزوا معايا أربعة زيدوا رقم آخر خمسة صافي تافقين ركزوا معايا زين دابا صورتي هي واحد وصورة السي هي جوج وصورة أ هي خمسة عقلوا قلنا صورة أ هي خمسة صورة ب هي أربعة صورة د هي واحد وصورة س هي اثنان عقلوا هادشي اللي قدام عقلوا ليا هادشي اللي تافقين دابا ندوزو للتعريف اللي قالك نقول ان اف تبايني اذا كان كل عنصر اف له على الاكثر سابق على الاكثر تبقوا معايا ركزوا معايا كل عنصر من اف هذه فين هنا مجموعه الوصول وفين هنا مجموعه الوصول مجموعه الانطلاق مجموعه الانطلاق هي
هي ديك اللي غنحسبو بها الصورة. بحال دابا صورة واحد، صورة أ، عفوا، بحال دابا إف دو أ هي خمسة، إف دو سي هي جوج، إف دو تي هي واحد، شافتين؟ هذه هي إف، مجموعة الوصول، هذه مجموعة الانطلاق، وهذه مجموعة الوصول، شوية لك. ركزوا معايا دابا، سابق، سابق ان انتونسيتي، يعني سابق، ركزوا معايا مزيان، سابق دابا قلنا هو العكس على الصورة، بحال دابا سابق واحد شنا هو؟ ود، سابق أربعة ود، بحال دابا عندك اف دو أ كتساوي خمسة، شنو هو سابق خمسة؟ سابق خمسة هو أ، اف دو سي كتساوي جوج، شنو هو سابق جوج؟ سابق جوج هو سي، اف دو تي كتساوي واحد، شنو هو سابق واحد؟ هو تي، متافقين؟ ركزوا معايا، قالك إذا كان لكل عنصر من اف، يعني من هاد المجموعة هادي، هي مجموعة الوصول، عندها الأكثر سابق من أو، يعني عندها الأكثر، كيفاش الأكثر؟ يعني إما عندها سابق، إما ما عندهاش سابق، متافقين؟ دابا غنشوف المجموعة إما عندها سابق واحد، إما ما عندهاش سابق، ماشي عندها سابق، كنت قلت لك على الأكثر سابقين، يعني إما غيكون عندها جوج سوابق، ولا واحد، ولا ما غيكونش عندها، متافقين؟ دابا قلت لك عنده سابق وحيد، سابق وحيد، يعني إما غيكون عنده سابق، إما ما غيكونش عنده سابق، كيكون شرحت لكم السابق، سابق يعني بحال قلتي هو أونتيسيدون بالفرنسي. بحال اللي بيتي دابا سابق أربعة، سابق خمسة هو أ، كنشوف سابق خمسة هو أ، هنا سابق اثنان هو سي، العكس على الصورة، العكس على الصورة، متافقين ولا لا؟ واش متافقين؟ دابا متافقين لحد معايا في هادشي اللي قلت ولا لا؟ سابق واحد هو دي، متافقين؟ ركزوا معايا، ركزوا معايا. دابا شوفوا معايا في مجموعة الوصول إيه، سابق اثنان، كاين واحد ولا كاين جوج، سابق اثنان، شوفوا معايا في سابق اثنان، سابق اثنان هو السي، يعني كاين عندها سابق واحد، مكاين جوج سوابق، متافقين؟ مكاين جوج ديال أصل ديال السوابق، زعما مكاينش زعما كيما هاد المفهوم، أنا نشرح لك كاين جوج سوابق، زعما كاين قلتلك بحق كانت عندك هاد المجموعة هادي أو و إف، كانت عندك هنا مثلا نديرو هنا مثلا، هنا مثلا نديرو هنا ربعة، هنا مثلا أ و هنا بي، هكا، هادو جوج صوابع، بحال قلتي، بحال قلت دابا ربعة، دابا في هاد الحالة، إف دو أ شحال؟ هي ربعة، إف دو بي شحال؟ هي ربعة، ربعة عندها جوج ديال الصوابع، هو أ و بي، جوج ديال الصوابع. هو أ و ب، سابق سابق سابق، يعني عنده جوج سابق، عنده سابقين، هما أ و ب، متافقين؟ دابا نكملو في هاد التمرين المعطى اللي كنا في البداية فيه، نكملو فيه، تصنتو، دابا عطاك هادي، شنو هو سابق اثنان؟ هو سي، دابا عنده اثنان عنده سابق واحد بوحدو، شنو هو سابق أربعة؟ هو مزيان، و ب. شوفوا مزيان، شوفوا سابق أربعة ها هو بي، يعني بحال قلتي إف دو بي هي أربعة، يعني سابق أربعة هو بي، يعني أربعة عندها تاهي سابق واحد، متافقين؟ سابق اثنان هي سي، يعني اثنان عندها سابق واحد، سابق خمسة هي أ، يعني خمسة عندها سابق واحد، ثلاثة عندها شي سابق؟ ما عندها حتى سابق، شنو هي على الأكثر سابق؟ على الأكثر سابق حسب التعريف، دابخي لا ديفينيسيون، حسب التعريف، قالك إف، قالك إذا كان كل عنصر من إف يعني من مجموعة الوصول، لو على الأكثر، يعني عندو على الأكثر سابق من إف، يعني إما غيكون عندو سابق، إما مغيكونش عندو، في هاد الحالة ثلاثة ملقيناش عندها سابق، في هاد الحالة ثلاثة ملقيناش عندها سابق، تعاقي، في هاد الحالة ثلاثة ملقيناش عندها سابق، الأعداد الأخرى لقينا عندو
سابق واحد. إذا فتح على ال كده فتح اف فتح على راها جذايولي شاطر. واش شمولي في نفس الوقت؟ قالك واش شمولي؟ شمولي إذا كان كل عنصر من اف له على الأقل سابق في او، يعني كل عنصر من اف له على الأقل سابق. شنو له على الأقل؟ يعني إما عنده سابق واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة. شاقي شاقي دابا اف النوع الشمولي ولا لا؟ اف النوع الشمولي ولا لا؟ غندير لكم بحمار سؤال اف شمولي ولا لا؟ يعني انت كتقول مع راسك إذا كان شمولي غيكون تبايني شمولي أو ميم طون، يعني في نفس الوقت. هذا التعريف اللي قلنا، إذا كان اف تبايني وشمولي فإنه تقابلي، ولكن اف تقابلي فإنه عنده سابق واحد. إذا كان اف تبايني وشمولي يعني غيكون عنده سابق واحد. متفقين؟ دابا هنا دابا هنا 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 واش كل عنصر عنده سابق واحد؟ هنا 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 كاين اللي غيقول فيكم اه انا نقول لكم، ولكن ثلاثة واش عندها شي سابق واحد؟ اللي قال لكم خاص يكون كل عنصر من اف عنده سابق واحد. كل عنصر من اف عنده سابق واحد باش عنده هاد الاكشن. كل عنصر عنده سابق واحد، دابا واش ثلاثة عنده سابق واحد؟ لا. اذا اف في الحالة غير شمول. هاي غير شمول متشاف. دابا غنمسح السبورة ونعطيكم مثال آخر. دابا نعطيو مثال آخر، نعطيو مثلا أعداد أ بي وليا، نعطيو أعداد هايا أ بي سي دي، نعطيه هنا أرقام جوج ربعة ستة. هذه الدالة شي، يعني هنا غتكون بطبيعة الحال مجموعة أو مجموعة الوصول، وهذه مجموعة مجموعة أو مجموعة الانطلاق، يعني مجموعة من الأنطاق. فهمتوا؟ دابا عطيتكم صورة أ هي ستة، صورة د هي جوج، صورة سي هي جوج، وصورة بي هي ربعة. شوية ليكم راكسو معايا، شوية ليكم تصنتو، شوية ليكم تصنتو. دابا تصنتو لي تصنتو، غنقول لكم واحد الملحوظة كنت غنقول لكم قبيل، سمحوا لي نسيت تصنتو قبيل. عفوا في الأرقام، شحال كاين في الأرقام؟ ها قبيلة في الأرقام، في المثال ديال اف في المثال ديال اف تبايني كان عندكم هكا تطبيق اف، كانت عندكم هذه مجموعة او وهذه مجموعة مجموعة الوصول. المهم انا غنكتبها بالزر، كتبت لكم ا بي سي دي، كتبت لكم هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. فين درت صورة دي هي واحد، وصورة السي هي جوج، وصورة أ هي خمسة، وصورة بي هي أربعة. دابا أنا زربت، دابا أنا هنا زربت مثال قبيل، علاش كتبت لكم هادي؟ أنا نشرح لكم علاش. دابا هنا قلنا إف راه تبايني، بغيت نسولكم واش إف شمولي بالطريقة الثانية، من غير الطريقة اللي قلنا ديال إلا كان تباين. إلا درت إف شمولي راه خصك تكون تباين وشمولي في نفس الوقت، يعني تقابل. الطريقة الثانية واش إف شمولي؟ في الحالة أش غتقول؟ غتقول حسب التعريف ديال الشمول، إف شمولي إذا كان لكل عنصر من إف له على الأقل سابق. شنو عنده على الأقل سابق؟ كل عنصر عنده على الأقل سابق، يعني إما عنده سابق إما ما عندوش، إما عنده سابق إما ما عندوش. هنا ثلاثة ما عندوش سابق، شنو على الأقل خصو يكون عنده سابق؟ يعني إما غيكون عنده سابق
إما ما يكونش عنده، إما لا سيبوي على الأقل، على الأقل على الأقل مش على الأكثر، يكون على الأقل على الأقل شنو على الأقل سابق، يعني إما يكون عنده سابق واحد ولا جوج سوابق ولا ثلاثة سوابق ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، العكس على الأكثر عقله، على الأقل على الأقل على الأقل على الأقل، يعني إما يكون عنده سابق واحد، على الأقل سابق واحد، يعني إما يكون عنده سابق واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، متفقين؟ دابا شنو هي على الأقل سابق؟ من إف، يعني أن كل عنصر من إف عنده سابق على الأقل، يعني إما عنده سابق إما جوج إما ثلاثة إما أربعة. دابا أنا كيف كتشوف ثلاثة ما عندهاش سابق، وقال كل عنصر خاص يكون عنده سابق على الأقل، كل عنصر ضروري ثلاثة ما عندوش سابق. واش إف هاد الحالة غيكون شمولي؟ لا، إف هاد الحالة ليس شمولي، إف ليس شمولي، متفقين حدا مع الفادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا غنمسح لي بالسطور عافاكم باش 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 نكمل لكم الشرح تاع الخطط هادي اللي كنت بادي فيها. تفضل دابا ركزوا معايا. دابا في هاد الحالة نطرح لكم سؤال، جي واش تبايني وشي واش شمولي؟ انا هذا هو السؤال بغيت نسولكم، سؤال يسولكم شي واش تبايني وشي واش شمولي. حنا الشيء الا كان قال لي كان تبايني شمولي راه كنسمجو بلي هو تقابلي، تعقل بحال دابا في الحاله الاولى، بحال الاولى اللي كتعاطي الشيء كيف كان عندك تبايني والشيء ليس شمولي، اذا الشيء ليس تقابل. الحاله الاولى اللي كتعطيكم، الحاله الاولى اللي كتعطيكم كتخدم معاكم دابا، متفقين؟ دابا ندوزو لهاد الحاله اللي حنا عندنا، واش الشيء تبايني؟ نشوفو واش الشيء تبايني. هنا في تطبيق التبايني في التعريف، اف تبايون اذا كان كل عنصر من اف له على الاكثر سابق، يعني كل عنصر من اف عنده على الاكثر، يعني اما غيكون عنده سابق واحد اما ما يكونش عنده. كل عنصر من اف قلنا اما غيكون عنده سابق واحد اما ما يكونش عنده. عدد جوج عنده جوج سوابق كيف كتشوف، عنده جوج سوابق تافق، عنده جوج تاع سوابق تافق، عدد جوج عنده جوج تاع سوابق. عرف هاد الحالة واش الشيء غيكون تبايني؟ الشيء في هاد الحالة ليس تبايني. شوفوا الشمولي، قالك شمولي إذا كان لكل عنصر من إف على الأقل سابق في إو، يعني إما غيكون عنده سابق إما جوج إما ثلاثة إما أربعة. كل عنصر تصنتو ليا مزيان تصنتو، دابا قلنا إف شمولي إذا كان كل عنصر من إف يعني مجموعة الوصول عنده على الأقل سابق في إو. نشوفوا جوج شحال عندهم سابق، عنده جوج سابق، شنو هي على الأقل سابق؟ يعني إما يكون عنده واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. دابا السابق جوج شحال كاين؟ جوج شحال عندها من سابق؟ عندها سابقين، برافو عليكم، جوج عندها سابقين. ربعة عندها سابق واحد، ستة عندها سابق واحد، متفقين؟ جوج عندها سابقين، ستة عندها سابق واحد، ربعة عندها سابق واحد. قالك كل عنصر من المجموعة هذه عندها على الأقل سابق، يعني إما يكون عندها سابق واحد ولا جوج سوابق، متفقين؟ دابا كيف كتشوف في هاد المجموعة هادي كل عنصر خديتي واش غتلقى لي على الأقل سابق تاعو؟ بحال دابا جوج عندو سابقين، متفقين؟ ربعة عندو سابق واحد، ستة عندو سابق واحد، إذا كتسنتج كل عنصر خديتيه من المجموعة إف راك غتلقى عندو على الأقل سابق واحد، متفقين؟ إما تقدر تلقى عندو سابق واحد ولا تقدر تلقى عندو جوج سوابق ولا تقدر تلقى عندو ثلاثة سوابق ولا تقدر تلقى عندو أربعة سوابق، متفقين دابا ولا لا؟ متفقين؟ عرفت في هاد الحالة كنسنتشو أن جي شمولي، واش في هاد الحالة إف تقابلي؟ لا، إف ماشي تقابلي في هاد الحالة، متفقين؟ متفقين؟ دابا غندوزلكم لحالة أخرى، نمسح السبورة باش نحاول ندوزلكم لحالة أخرى، تبعوا معايا. دابا عطينا مجموعة أخرى، عطينا فيها أ ب س د، عطينا فيها اش
طينا فيها اعداد واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. حطينا تبو معي بلا نشوف لكم اعداد دي صورتها هي واحد. هذه مجموعة او مجموعة الانطلاق وهذه مجموعة الوصول اف تنفقي. ركزوا معي دابا اعطينا صورة سي هي اربعة صورة بي هي اربعة تاني وعطينا صورة ا هي ستة. دابا في هاد الحالة سمحوا لي على فهمكم بلي عطينا صورة ا عقلوا معي هاي صورة ا راهي ستة صورة سي هي اربعة وصورة بي هي اربعة وصورة دي هي واحد تافقي. انا نحاول نكتبو صورة سي هي اربعة وصورة بي هي اربعة وصورة دي هي واحد وصورة ا هي ستة. بغيت نفهم حاجة وحدة في هاد الحال واش ايه غيكون تبايني ولا لا؟ اف تبيني لكن عنده على الاكثر سابق من او يعني اما غيكون عنده سابق اما ما يكونش عنده تافقي. كيف كتشوف العدد ربعة شحال عنده من سوابق؟ عنده جوج تاع السوابق. واش اف في الحالة تبايني؟ لا الوغ اف ليست تبايني. واش اف شمولي؟ شوف الخاصية ديال الشمول قالك إلا كان لكل عنصر من أو من إف كل عنصر من إف على أقل سابق. يعني كل عنصر خديتيه من إف إما عنده سابق إما ما عنده سابق. دابا خد عنصر جوج واش عنده سابق؟ لا ما عندوش. عنصر ثلاثة واش عنده سابق؟ لا ما عندوش. عنصر خمسة واش عنده سابق؟ لا ما عندوش. ألوغ إف في هاد الحالة أيضا ليس شمولي. ومنه فإن F ليس تقابلي تافقين. لحد دابا متافقين لحد دابا غنمسح السبورة ندوز لواحد الحالة أخرى. تبو معي الحالة الأخيرة حطيتكم A B C D دالة ناخد دالة مثلا ناخد الدالة صورة تاعها بالدالة ك مثلا ناخدو أرقام واحد جوج ثلاثة أربعة. صورة دي هي أربعة صورة سي هي جوج صورة بي هي ثلاثة صورة أ هي واحد. دابا كيف كتشوف في الحالة واش لكل عنصر من إف اللي هي مجموعة الوصول هي مجموعة الوصول هادي أو مجموعة الإنطلاق عندها سابق واحد. شوف قالك أي لكل عنصر من إف له سابق واحد. شاش كتبان لك من خلال كتبان لك بلي بغيت نسولكم على هاد واش اف غيكون تبايني في هاد الحالة؟ غنشوفو التاريخ تاع التباين. قالك إلا كان عنده على الأكثر سابق من او يعني إما غيكون عنده سابق إما ما عندوش. في هاد الحالة واش كل عنصر عنده سابق واحد ولا لا؟ أه سيدي عنده سابق واحد إذا اف تبايني. واش اف شمولي؟ ندوزو التعليم قالك لي إلا كان يكون العنصر من مجموعة الوصول عنده على الأقل سابق يعني إما غيكون عنده سابق إما ما غيكونش عنده. ربعة عندها سابق عندها سابق. ثلاثة عندها سابق يعني كل عنصر عنده سابق. دابا اتصلتو ليه دابا إف شمول انطلق من التعليم إلا كان لكل عنصر من إف على الأقل عنده سابق في إف كل عنصر عنده سابق في ا. ربعة كيفاش عنده سابق؟ يعني اما عنده سابق ولا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة. ربعة عنده سابق واحد ولا لا؟ عنده. ثلاثة عنده سابق. جوج عنده سابق. واحد عنده سابق. علاش كتسنج؟ كتسنج ان اف تبايني اف شمولي ولا كان اف تبايني اف شمولي الوغ اف تقابلي.
يعني انه خلال شي كنسنتو ان اف تقي دابا غندوز دابا واحد الخاصيه تبعو معاه غنحاول ندوز لكم واحد الخاصيه تما واحد باش تكونوا فهمتوني في هاد التعريف هذا تقي دابا الخاصية الأول هاي اف غير تبايني كنعنيو به كنقصدو به معناه أنه كاين واحد اكس اكس بريم كينتمي او اللي هي مجموعة انطلاق بطبيعة الحال في حيث اكس تخالف x بريم و f دو x خاصة تساوي f دو x بريم كي شفنا حنا في المثال تاع f غير ليس ليس تاع ملي شفنا المثال شفنا الشيء ليس تبايني و جي شمول كي شفنا شفنا f تاع p كيساوي 4 f تاع اف تاع بلاتي صافي انا نشرح لكم نعاود نشرح لكم هاد الخطوات اخرى مثلا ناخذ ارقام ا ناخذ حروف ا بي سي وناخذ ارقام 1 2 3 4 ناخذ صوره بي هي هادي او وهادي اف هادي الدال اف صغيره صوره 4 هي صوره بي اف دو بي هي جوج اف دو بي هي ثلاثة تافي راك سمع بلاتي سمحوا لي عافاكم غنعاود نصاوب لكم خطوطة مزيان سمحوا لي بلاتي غناخد هادي ديال لا بلاتي هادي مجموعة او مجموعة انطلاق غناخد فيها حروف ا بي سي دي وغناخد مجموعة اف مجموعة الوصول أنا أخذت هاتي الأرقام مثلا جوج ربعة خمسة غناخد صورة بي هي جوج صورة سي هي جوج مثلا أش كتسمو خلال هادشي أن إف تاع سي كتساوي جوج أن إف تاع بي كتساوي جوج تافقي هادي تافقي ولي درنا الصورة تاع هادي هي أربعة والصورة تاع أ هي خمسة هذا كيف غيكون هذا بطبيعة الحال غيكون شمولي و اف ليس تبايني علاش حقاش يكون لي عنصرين من مجموعة الوصول لها على الاقل سابق وحيد لها على الاقل سابق من او كيفاش عندها سابق يعني اما يكون عندها سابق واحد ولا جوج بحال جوج عندهاش سابقين هما سي و بي ربعة عندها سابق واحد اللي هو دي خمسة عند سابق واحد اللي هو أ تاقي دابا كيف كتشوف إف غير تبايني إف غير تبايني يعني عنده على الأقل سابق عنده على اسمحوا لي عفوا عنده على الأكثر سابق يعني كيفاش على الأكثر يعني إما غيكون عنده سابق إما ما غيكونش عنده سابق برافو عليكم إما غيكون عنده سابق إما ما غيكونش عنده سابق تاقي يعني بهذا المفهوم يعني اما غيكون عنده سابق اما غيكون عنده سابق وشنو هو العكس تاعو العكس تاعو يعني العكس تاعو شنو هو العكس تاعو العكس اما غيكون عنده سابق اما ما غيكونش عنده سابق العكس تاعو هي اما غيكون عنده سابق ولا جوج صوابق ولا ثلاثه صوابق تافقي بحال دابا عطينا سابق دي جوج هو سي سابق تاع جوج هو بي كيف نحنا اف غير تبايني قلنا هو العكس تاعو يعني هو كي يعني هو عنده اما سابق اما جوج اما ثلاثه اما اربعه اما الى اخره تافي العكس تاعو كي قلتي تافي العكس تاعو صنت دابا كي كتشوف هنا سابق ديال جوج هو سي سابق تاع جوج هو بي يعني اف غير تبايني اللي بغيت نشرح لكم بلي اف غير تبايني المقصود تاعو انه شنو هو نشرح لكم شنو هو العكس تاع الاكثر سابق واحد يعني اما على الاقل العكس الاكثر سابق واحد يعني هي على الاقل سابقين ولا جوج ولا ثلاثة صوابق ولا أربعة صوابق حنا خدينا مثلا اف دو سي كتساوي جوج اف دو بي كتساوي جوج
عنده عن جوج جوج عنده سابقين هو سي و بي مثلا بغيت عندي جوج سابقين هو سي و بي كيف كتلاحظ هاد الحال كتلاحظ ان اكس لي سي كتخالف بي يعني كتخالف اكس بري اف دو سي كتساوي اف دو بي يعني اف دي كتساوي اف دو اكس بري هادو اف غير تي بي يعني شنو هي شوف شنو هي العكس تاع شنو هي العكس تاع الاكثر سابق واحد هي اما يكون عنده جوج سوابق ولا ثلاث سوابق ولا اربعه شنو عنده جوج سوابق معناه ان اف دو سي كتساوي جوج اف دو بي كتساوي جوج يعني في الحاله عنده جوج سوابق جوج عنده سابقين هما سي وبي في الحاله في الحاله تعقل في الحاله كيف كتبان لك ان سي كتخالف بي يعني اكس كتخالف اكس بي اف دو سي كتساوي اف دو بي هذا هو معناه اف غير تباين دابا غندوز المعنى تاع اف تباين ها هو اف تبايوني معناه بحال كي قلتي معناه انه لكل اكس و اكس بريم من مجموعة الانطلاق اللي هي او او كاري سمحوا لي نرجع لكم السطر لحقا اذا ما كنت السام هاي لكل اكس و اكس بريم تنتميان الى او او كاري تافتي نجد اكس وخالف اكس بريم هذه اكس وخالف اكس بريم اف دو اكس تخالف اف دو اكس بريم هذا هو التعريف تاع اف تباينوني بعد ما فهمت اف تباينوني يعني كل عنصر عنده سابق على الاكثر يعني اما عنده اما ما عنده يعني بهذا المفهوم يعني لقيت اكس تخالف اكس بريم خاص اف دو اكس تخالف اف دو اكس بريم باش تلقى عنده سابق واحد يمكن تلقى عنده جوج سوابق صافي لحد دابا شوف تصنتو لي دابا حنا من دابا حنا كناخدو مثلا كناخدو نقطة او بي مثلا بلاش انا نرسم لكم خطوط اخرى باش نشرح لكم مثلا خدينا هنا مثلا ا بي سي دي خدينا هنا مثلا واحد جوج ثلاثة اربعة اف دو اعطينا مثلا هي واحد اف دو بي اعطينا مثلا هي ثلاثة اش خاصك دير خاصك تنطلق من اكس كتخالف اكس بري يعني من ا كتخالف بي وخاصك تلقى ان اف دو ا تخالف اف دو بي خاصك تنطلق من ا كتخالف بي وتلقى في النهاية اف دو ا تخالف اف دو بي هذا هو التعريف تاعو معناها نشرك التعريف تاعو شنو هو التعريف تاعو معناها ان كل عنصر يقبل على اكثر سابق عن الأكثر سابق هي إما عنده سابق إما ما عنده سابق نديرو بحال اللي عنده سابق سابق دي واحد هي أ وسابق تاع ثلاثة هو بي ثلاثة مش كطالب كطالب قصدي كدير نفترض أن إكس تخالف إكس بريم يعني أ كتخالف بي وكتحاول تبين أن إف دو أ كتخالف إف دو بي دابا تصنتولي دابا تعرف كان حد دابا فهادي دابا تصنتولي دابا كنتو قريتو في السجن دابا بغينا نبينو هادي صعيبة شوية باش تبينها قريتو في السيزيام اني في واحد في السيزيام استدلال مضاد بالعكس يعني اوزامون باغ كونترا باغ كونترا بوزي الا كانت بي كتلزم كوب غادي تبينها يكفي انك تبين ان كوبا تستلزم بي بار يعني دابا بغيت تبين هادي اش كتكتب يكفي ان نبين يعني il suffit de montrer que وكدير لكل اكس و y اكس و اكس بريم عفوا ينتميان الى او كاري لدينا كوبا نتيجه عادي يعني اف دو اكس تتساوي اف دو اكس بريم كتلزم لنا بي بار كتلزم لنا بلي اكس كتساوي اكس بريم صافي كتحاول تنطلق منها دابا نتوما الى بغيتو تبينو التطبيق تبايوني اف تبايوني حاول تبينو هاد هادي صعيبة عليكم حاول تبينو هادي تافي دابا غنحاول ندوز لكم التطبيق اف غير شمول صانتو اف شمولي و اف غير شمولي صانتو دابا التان اش كنقصدو اف شمولي كنقصدو بي لكل ايكغيك كينتمي لمجموعة الوصول اللي هي اف
راه يوجد يعني كاين يعني كتقلب هذه وجد يعني كتقلب عليه واحد اكس كينتمي اف واحد اكس انا كينتمي او هي مجموعه الانطلاق عفوا كتقلب على الاكس حتى الهدف تاعك هنا كتقلب على الاكس بحيث اف تاع اكس تساوي واي هذه اف شمول دابا اف غير شمول شنو معنى تاع اف غير شمول المعنى تاعو يعني ان معنى تاعو يعني انه لكل ايكغيك كينتمي سمحوا لي لا جانا شنو هو اف غير شمول يعني مو النفي تاع هادشي هذا شنو هو النفي ديال لكل مهما يكون هو يوجد على الاقل واحد ايكغيك كينتمي اف شافي شنو هو النفي ديال يوجد هو مهما يكون اكس كينتمي ل او اف دو اكس كتخالف ايكغيك شافي دابا بغيت تبين تا اف شمولي بين هاد قلب على اكس يعني خاصك تقلب عليها يعني انك خاصك تحل هاد المعادلة اف دو اكس تساوي ايكغيك شافي دابا اف تقابلي اش كنقصد به معناه ان اف غيكون تباين اف شمول سانتوني مزيان ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا دابا نتوما عقلوا مزيان دابا نتوما اللي بغيت تبينوا ان اف تطبيق تقابلي خاصكم تبينوا كاين عندكم جوج طريقات اما تبينوا اف تبايني و اف شمولي متفقين الطريقة الثانية تبينوا نيشان اف تقابلي ها المعنى تاعها المعنى تاعها انه لكل ايكغيك ينتمي الى اف راه يوجد على الاقل يوجد عدد واحد يوجد عدد واحد علاش قلنا حتى جبنا التعريف ديال قلنا لكل عنصر عنده سابق وحيد يعني كاين عنصر وحيد هنا حتى جبنا في اف شمولي قويه قلنا لكل عنصر عنده على الاقل سابق هي يوجد على الاقل يوجد على الاقل يوجد على الاقل واحد اكس تعطي هنا اش قلنا قلنا لكل عنصر عنده سابق وحيد يوجد عنصر وحيد هي هادي اللي زعما قويه تعطي واحد اكس كينتمي او تعطي بحيث اف دو اكس كتساوي اي وكتقلب على الاكس وكتجبد اكس وكتجبد اكس تعطي اما نديرو اف دو اكس كتساوي اي ولا اي كتساوي اف دو اكس راه بحال بحال كتقلب على الاكس كتقلب على الاكس كتقلب على الاكس تعقل تعقل بحال دابا هادشي هذا هادو هما التعاريف اللي كاينين دابا بالعقل نتوما بغيت تبينو ان اف شمو اف اف تي دابا نتوما الهدف تاعكم في الباك هو انكم تبينو ان اف تي شنو تقابل يعني ايزومورفيزم يعني باش تبينو تقابل يعني بيجيكتيف خاصكم تبينو اما نيشان طبقوا القاعده تبينو القاعدة تبينو راه كاين عنصر واحد ولا تبينو أن إف تباينوني يعني أنجيكتيف و إف شمولي يعني سيرجيكتيف إما تبينو إف تباينوني و شمولي ولا تبينو تقابلي متفقين دابا هادشي غنشوفو مع التمرين أنا غنخدم معاكم التطبيقات وغنشوفو هادشي مع التطبيقات إن شاء الله متفقين وغنشوفو واحد الحالة حالة خاصة في لي ماتريس كيفاش كتبين أن إف شمولي يعني كيفاش كتحدد واحد الصورة كيف كتبين ديال اف تقابلي يعني بلا ما تبين بلا ما تطبق هادشي راه غنشوفو غنشوفها معاكم ديك الحال كي قلت لكم دابا شوف نتوما عقلوا لي هادشي دابا راك عقلوا لي متفقين بهاد الحصه غنكون كتافي دابا بهاد القدر هذا في حصه مقبله ان شاء الله غنحاول ندير لكم واحد التطبيقات صور على هادشي هذا ومورا غنوصل للتشاكل ان شاء الله يلاه خليكم دابا في امان الله.